اشهد غياب رئيس استثنائي في عز الظروف وكانت صعبه يعني نقطه الحزب قبل الانتخابات والله اشتغلوا بالظبط كده هنشتغل وهنقول اشتغلوا يا جماعه يعني ازاي يعني هو في حاجه كده سهله هو انا اقدر ان انا ابني نفسي اي قطاع خاص موجود النهارده ينام في بيته يقول لك لا العمل ثم العمل ما يقول كده ويعني هذا حضرتك سالتني ليه المشاريع مش بتبان في نقطتين النقطه الاولانيه ان في حاجه هو ما يقدرش يقول لك انا متخصص انت عندك اكبر مصنع اسمنت النهارده بيتعمل في السويس عندك بترو كيماويات شغل الكلام ده هم مشغولين عليه بره فهيسيبوك كده خالص مش خالص ان مصر هتفضل هي زعيمه المنطقه وهي اللي الحركه كلها في البلد دي وهي اللي ومحدش ينسى ده ولا ينقص ده المشكلة ان احنا اعتمدنا ان حق احنا مش عايزين على فكرة. احنا مش عايزين من حد حاجة، احنا لو كل مواطن من 102 تحول الى طاقة منتجة تخيل مصر هتبقى ايه؟ لو الشباب نزل واشتغل مصر هتبقى لو بطلنا كلام وشغل على الفيسبوك مصر هتبقى لنا ان كلكم تكونوا ابواق وتتكلموا مع الناس اللي حواليكم ويوم الانتخاب نحتفل جميعا بنزول المصريين مش بنصوت فخامة الرئيس بس لكن بنصوت للوطن نصوت على أمننا وأملنا زي ما قالت الأستاذ سميرة وعلى فكرة هنصمت وهادئ قوي يعني أنا ممكن أجي لكم بعد كده في يناير أو فبراير أقول لكم شايفين اللي حصل وإحنا بقينا وإذا كان كل الأزمات على فكرة أتمنى إن كلكم تكونوا أبواق وتتكلموا مع الناس اللي حواليكم ويوم الانتخاب نحتفل جميعا بنزول المصريين مش بنصوت فخامة الرئيس بس لكن بنصوت للوطن بنصوت على أمننا وأملنا